يبني بالعلم طريقا للأفضل قد وفى المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. ثم وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم بعد ذلك لعلكم تشكرون. نلاحظ في الآية السابقة وإذ نجيناكم أن الفعل نجى جاء بتشديد الجيم أي بالتضعيف، والفعل في الآية التالية وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم جاء الفعل بالهمزة، وكل من التضعيف والهمزة يفيد التعدية، لأن الفعل الثلاثي المجرد هو نجا، ونجا لازم فيعد بالتضعيف نجا، ويعد بالهمزة أنجا. لكن ما الفرق؟ لماذا قيل في الآية السابقة وإذ نجيناكم وفي هذه الآية وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم؟ فعل بالتضعيف هذا يفيد المبالغة ويفيد التكثير، فعندما تقول قطعت اللحم بالفعل المجرد قطع عام، ممكن أن قطعت مرة واحدة أو بسهولة، إنما يقول قطعت اللحم هذا يحتاج إلى معالجة وإلى محاولة وإلى تكثير في عملية القطع. فقطع أبلغ وأكثر فعلا من قطع، ويقتضي ذلك أن التكثير هو تكرار الفعل، وفي كل مرة من الفعل يستغرق ذلك وقتا. فإذا كانت الأفعال كثيرة للتكثير إذن فيكون فعل يقتضي من الوقت أطول من فعل. ولذلك فنجى وهي بالتضعيف تفيد المبالغة والتكثير وتفيد المعالجة، وأن الوقت الذي أخذه نجا وقت طويل يحتاج إلى تلبث وإلى تريث وإلى تمهل. ولذلك وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب جاء بالفعل نجا، لأن سوم العذاب والتذبيع واستحياء النساء هذا تكرر، لأنه يذبح التضعيف ويستغرق وقتا أطول، بل استغرق سنوات عديدة وهم في هذه المحنة، فناسب أن يعبر بفعل نجا نظرا لكثرة التذبيح، كثرة الفعل من ليف النجا وكثرة التذبيح وما يقتضيه ذلك من امتداد الوقت ومن التمهل ومن التيريث. ولذلك ففتح يأخذ وقتا أطول من فتح، وقتل أيضا وقته أطول ويستغرق وقتا أطول من قتل، وقوم أكثر من أقام،
وذبح أكثر وقتا من ذبح وهكذا. أما أنجى فهو يستعمل للسرعة وليس هناك الوقت. وفرق البحر ونجاة بني إسرائيل فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، هذا لم يشق وقتا، بمجرد ما شق البحر انفلق وساروا بسلام وأمان إلى طرف الغرية الأخرى، وأغرق الله فرعون وملأه. إذن لم تطل المدة ولم تستغرق من الوقت كما استغرقه العذاب والتذبيح. ولذلك ناسب أنجى في السرعة وهو إذ فرقنا بكم البحر، ونجى في وإذ نجيناكم من آل فرعون. نلاحظ أن آية الأعراف أيضا جاءت أنجناكم، وآية إبراهيم إذ أنجاكم لم تكن نجا، لماذا؟ الآيات في آل في الأعراف يعني انفردت عن بقية الأماكن التي عرضت قصة بني إسرائيل وقصة موسى عليه السلام، كما في الشعراء وكما في طه. نلاحظ أن في الشعراء أكثر القصة كانت مصبة على تحدي موسى بنفسه من جمع السحرة، وما حدث ذلك كما تعرفون القصة. بالنسبة أيضا لما جاء في طه أيضا انصبت على تحدي موسى وهارون. في الأعراف ركزت بالذات، وهذا يلاحظ من استعراض الآيات، على معاناة بني إسرائيل الشديدة. لم يوجد في غير الأعراف وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، عملية التحريض على قوم موسى، أتذر موسى وقومه. أيضا القول موسى استعينوا بالله واصبروا إن الأرض يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، يدل على شدة المعاناة لهؤلاء الناس. أيضا التعبير بالضيق والشدة، قال يعني أوذينا من قبل أن تأتينا وما إذنا جئتنا. فإذا نلاحظ اختصت الآيات الأعراف ببيان المعاناة الشديدة لبني إسرائيل مما قاله الملأ الفرعون اعتذروا موسى وقومه ليفسدوا في الأرض بعزك وآلهتك، مما التصبير موسى والتصبير يدل على المحنة، مما قالوا أن أهدينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما شئتنا بعد ما جئتنا أيضا يدل على أن الضيق الشديد والمعاناة التي كانوا يقاسونها. فناسب ذلك الإسراع بالبشرى، لا أنجيناكم ولم تجدوا أنجيناكم، لأن المقام بعد هذه المعاناة لابد من التصبير وإعطائهم البشرى السريعة بالإنجاء. في سورة إبراهيم الكلام لموسى عليه السلام والكلام بتعداد النعم، وتعداد النعم إذ أنجاكم من آل فرعون ويسومونك سوء ويذبحون أبناءكم ويسحرون نساءكم، وتعداد النعم لا يتطلب وقتا طويلا وإنما يتطلب التتابع في ذكر النعم. وهذا من أسرار القرآن الكريم، يعني تأتي أفعل وفعل توحاتها مثلا، تقول أنا أعلمت فلانا بنجاح صديقنا فلان، مجرد إعلام، لكن لا تقول علمته، لكن تقول علمت فلانا الحساب أو علمت فلانا النحو. لماذا علمته؟ لم تقل أعلم، لا يقال أعلم علمته النحو،
لأن تعليم النحو يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى معالجة وإلى جهد ويمتد به. فلا تقول علمته النحو، تقول علمته اللهو. أيضا في فرق يعني بين كرم وأكرم، نفس الشيء يعني. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، هذا كل إنسان حتى الكافر أكرمه بالمال، ليس عنه يعني بكرم يعني أعطاه مالا، لكن قال ولقد كرمنا بني آدم، التكريم يعني فيه التشريف وفيه المعنى المبالغة في التكريم. وهكذا نجد بين أفعل وفعل وما يتناسب مع موضوعنا هو نجا وأنجا. وختمت الآية بقوله وأنتم تنظرون، وتقدم لنا يعني هذه المعجزات من فلق البحر ومن نجاة بني إسرائيل ومن إغراق فرعون وملئه، يعني كل ذلك حدث أمام أعينكم وأنتم تنظرون. وطبعا عندما ينظر الإنسان الشيء المبالغ والكرامة والمعجزة يكون ذلك أقوى تأثيرا في نفسه، فما رأى كمن سمع، بخلاف من إذا سمع هذا الكلام، لكن عندما يراه بنفسه ويشاهده هذا يكون أكثر عمقا وأكثر دلالة على التأثر بهذه النعمة وعلى مزيد الشكر عليها إن كانوا يفقهون. وقلنا حذف المفعول ليحتمل كل ما يمكن احتماله، وأنتم تنظرون فلق البحر، وأنتم تنظرون نجاتكم، وأنتم تنظرون هلاك فرعون وملئه، وأنتم تنظرون معجزة رسولكم موسى عليه السلام، فيحتمل المفعول لكل هذه الاحتمالات. أيضا الفعل نظر ينظر يستعمل بالنسبة لنظر المرء بالعين إبصار، أيضا ويستعمل أيضا للتدبر والتفكر وهو الكثير، ليس مجرد النظر بالعين، وإنما النظر بالعين وبالقلب وبالفكر وبكل الأعصاب. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، هم ينظرون إلى الإبل، كل حي ينظر في الإبل، لكن كيف خلقت، التركيبة العجيبة في هذه الإبل، وإلى السماء كيف رفعت، كلهم ينظرون إلى السماء نظرا بالعين، لكن عملية التفكير كيف رفعت بغير عمد، وكيف حملت هذه الأجرام وهذه المجرات بدون أن تسقط، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، جاءت كلها بكيف، هذا ليس مجرد النظر بالعين، لا، نظر بالتفكير والتأمل، وهذا النظر الصحيح. والنظر البصر محدود بما تراه أمامك، لكن النظر بالعقل واسع جدا لا حدود له، يعني تفكر كيف رفعت هذه السماء وكيف تكونت هذه الإبل، هو النظر في مخلوقات الله هو الباب الواسع لمعرفة الله سبحانه وتعالى، لأن من هذا التأمل في الملكوت يؤدي بك إلى الإيمان بالله، أن هذه الكائنات العجيبة العجيبة في صنعها وفي تركيبها وفي نظامها لا يمكن أن تكون هكذا عفوا خلقت، لابد أن يكون وراءها إله عظيم قادر على كل هذه الأشياء. فكذلك وأنتم تنظرون، لا تنظرون بعيونكم، أيضا تنظرون بأفكاركم وبعقولكم وتتبرون في هذه الأشياء، أن هذه عجائب وهذه خوارق عادات، فعليكم أن لا تكتفوا بنظرها بالعين فقط، ولكن تنظرون أيضا إليها بالفكر وبالعقل وبالتأمل وبالتدبر. وهكذا جاء في أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، هم ينظرون لا ينظرون كيف كانوا كيف ولماذا حصل لهم هذا. المقصود بالنظر يكون نظر بالعبرة،
والنظر بالعبرة لا يكون إلا بالتفكر وإلا بالتذكر. ولذلك فأنتم تنظرون تحملوا النظر بوجهيه، النظر بمعنى الإبصار والنظر بمعنى التفكير والتدبر والتعمق في الفكر. ثم قال تعالى: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. هذه نعمة أخرى من نعم الله على بني إسرائيل. وكلمة وعدنا بالألف هذا فعل مزيد بالألف، وأصل الفعل المجرد هو وعد، هذا الأصل. ووعد يعد، ومصدره الوعد والموعد والميعاد، وكلها وردت في القرآن الكريم. المجرد وعد هو الضمان والعهد بشيء يعطيه إنسان لآخر: أنا وعدتك بإعطائك كذا كذا، أي أخذت على نفسي عهدا بأن أعطيك هذا الشيء. فالوعد هو جزء من العهد ومن الالتزام، ولذلك لا يخلف الله وعده. ووعد يستعمل في الخير ويستعمل في الشر. وجاء الأمران في كتاب الله: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، هذا في الخير. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين، هذا أيضا في الخير. فإن وعد الله حق، هذا في الخير. جاءت أيضا في الشر: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هذا في الشر. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أيضا لا عفوا النار وعده الله الذين كفروا، هذا في الشر أيضا. وما يعدكم الشيطان إلا غرورا، الشيطان يعدكم الفقر، هذا كله في الشر. فتأتي وعدا في الخير وتأتي في الشر. وكذلك المصدر الوعد يأتي في الخير ويأتي أيضا في الشر. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. أحيانا ألا إن وعد الله حق، تحتمل، لأن وعد الله حق في البعث والحساب يوم القيامة. وعد الله حق بالنسبة للخيرين، هذا لهم الجنة، ونسبة لأصحاب الشر لهم النار. فهذه محتملة من حيث المعنى وحيث المقام للأمرين. أوعد بزيادة الهمزة والمصدر الإيعاد، لأن أوعد إيعاد، مثل أوجد إيجاد، وأوحى إيحاء، وأورد إيراد، وأوعد إيعاد، هذه لا تكون إلا في الشر. أوعد بالهمزة، وعد المجرد من همزة يستعمل للخير ويستعمل للشر، والقرآن جاء بهما. وكذلك الوعد المصدر الوعد. أوعد أيضا: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله، توعدون من أوعد يوعد، هذه من في الشر. المصدر لم يأتي في القرآن الإيعان، جاء في الشعر قول أبي العلاء المعرض: يا دهر يا منجز إيعاده، يشكو للدهر يقول أنت يا دهر تنجز الإيعاد، وهو الوعد بالشر والعياذ بالله، تنجزه
وتصدقوا، لكن الوعد بالخير لا تفعله. فإذا أوعد، والمصدر الإعاد هذا لا يكون إلا في الشر. بالنسبة لواعد بزيادة الألف، واعد كلمة واعد على وزن فاعل، وزن فاعل يأتي لعدة معاني، منها المشاركة. ما معنى المشاركة؟ ما معنى أن الفعل لا يتأتى من فاعل واحد، لابد لهم من فاعلين أو أكثر. عندما تقول قاتل، لا تقول قاتل فلان، قاتل فلان فلانا، لأن قاتل يحتاج إلى مشاركة من طرفين أو من بين أطراف. وكل من الفاعل هو مفعول أيضا، والمفعول هو فاعل أيضا من حيث الفعل، لأن كل منهما يقابل الآخر. قاتل سعيد خالدا، فسعيد هو الفاعل وخالدا المفعول به، لكن سعيد هو الفاعل، هو أيضا يكون مفعولا به عندما يقاتله الطرف الآخر. خالد هو مفعول حتى عندما يكون أيضا فاعل، حتى هو يضرب ويقاتل. فإذا في هذه في المشاركة الفاعل أيضا هو في المعنى مفعول به، والمفعول به أيضا في المعنى هو فاعل، لأن في مشاركة، في فاعلان وفي مفعولان اثنين. حاور مثلا، عاون، لا يكون محاور، لابد أن يكون من طرفين أو أكثر، وهكذا. وأحيانا تأتي فاعلة لغير المشاركة، وردت أي مثلا باعد، باعد بين أسفارنا، قل أنا باعدت عن الطريق، أنت باعدت وحدك لم يشارك أحد آخر، والكلام صحيح. أيضا عاقب، عاقب القاضي المجرم، لقد كان من واحد المجرم لم يعاقب، هل يقال في هناك هذه المشاركة؟ لا. عاقب، عافاك الله، ما هو المعافي؟ هل فيه مشاركة هذه؟ لا مشاركة، جاءت بصيغة فاعل لكن لا تقتضي المشاركة. المعنى عالج، عالج الطبيب المريض، والمعالج واحد هو طبيب، المريض لم يعالج، لم يقابل، زي مثلا قاتل وحاضر وجادل مثلا وناقش. فداوى نفس الشيء. ايضا يقول العرب قاتله الله ما اشعره في الاعجاب، ايضا مقاتلة من جانب واحد. ف اذا تاتي ايضا طابقت النعل، وهو الفعل من شخص واحد. فاذا فاعل تأتي للمشاركة، وتأتي أيضا لغير المشاركة. فهل واعد هنا في الآية، وهذا نريد أن نصل إليه، هل هو من فاعل للمشاركة أو لمجرد، لأن حتى فاعل لغير المشاركة يفيد التأكيد، ليس هناك مشاركة لكن يفيد التأكيد. فقيل بالوجهين، قالوا ممكن أن يكون فاعل هنا يفيد المشاركة، الله سبحانه وتعالى وعد موسى عليه السلام بأن، ولا لكن المواعدة بالنسبة للبشر، فكيف يكون الله يوعد؟ لا يجوز في حقه أنك تتوعد، أنت تضرب موعدا مع شخص آخر،
ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، تواعد بين البشر. لا هذا خطاب المزاج، والله سبحانه وتعالى دائما يعبر في القرآن على لغة العرب على ما يفهمون، لن نطبق الكلمات على ذات الله سبحانه وتعالى، إنما القرآن هو كتاب هداية ولفهم الناس، والناس يفهمون بلغتهم وبصلاحاتهم وبما يعرفونه من اللغة، ولذلك هذا استعمال مجازي. والله سبحانه وتعالى جعل الوعد أن هذا الذي يعرفه الناس عندما يكون هناك وعد باللقاء يقول أنا وعدت فلانا بأن نلتقي في الساعة الفلانية مثلا. فإذن هي مشاركة بالمعنى المجازي، يعني وعده بمعنى أمره بالمناجاة وبالملاقاة. والموسى عليه السلام وعد ربه بالامتثال والطاعة والإذعان، فإذن هي مشاركة، طبعا مشاركة مجازية لابد أن يكون، إنما يعني لوحظت بالتعبير العربي للإفهام وتقريب الناس المعاني، والناس يخاطبون بحسب ما يفهمون وعلى حسب لغتهم واصطلاحاتهم. فأيضا واختير كلمة الموعدة لأن الوعد فيه معنى العهد وأيضا فيه معنى القرب، لأن أنت عندما تلتقي مع شخص تكون أنت مواجها له في اللقاء، أيضا فيه معنى القرب في المناجاة وفي معنى اللقاء. ولذلك كان الاستعمال المجازي هنا كان بدقة متناهية، أن كان موسى عليه السلام قريبا من ربه كما يقرب الشخص عندما يلتقي بشخص آخر لمجرد التشبيه والتقريب للصورة. يعني كان موسى قريبا من ربه، وهذا من فضل الله على موسى وتشريفه أنه قربه إليه تقريبا. فإذن على هذا المعنى تكون الموعدة من الله سبحانه وتعالى هي تشريف لموسى، والمقصود بها والمراد أمره بالإتيان لمناجاة ربه وإعطائه الشريعة، ولا نأخذها بالمعنى البشري، لا يستحيل على الله البشر بهذا المعنى بالنسبة لله تعالى. وقلنا وعد هنا بطرفين، من عند الله سبحانه وتعالى بالمعنى المجازي، وموسى استجاب ووعد ربه بأن يمتثل ما يوحيه إليه من الشريعة. والمواعدة تختلف عن الوعد، أن الوعد ممكن يكون من طرف واحد، الوعد لا يقتضي طلبا، أنت تعد شخصا ولم يطلب منك شيئا، وأنا أعدك بأن أعطيك الكتاب الفلاني وهو لم يطلبه منك. لكن المواعدة تتطلب طلبا من الآخر أن يطلب منك موعدا، مثلا شخصا قال لك أنا أرجو أن تحدد لي موعدا لأن أقابلك، فأنت وعدته وأعطيته موعدا، فإذا الموعدة تقتضي طلبا من غيرك، والوعد لا يتطلب طلبا. إذن على المعنى المجازي اختيار كلمة وعد، لأن المواعدة في المفهوم البشري تقتضي اللقاء وتقتضي القرب، فإذا الكلمة عبرت عن تشريف الله لموسى عليه الصلاة والسلام بلقائه وبالقرب من مناجاة ربه، وكلم الله موسى تكليما. بعضهم قال لا تكون المواعدة بمعنى البشري في حق الله تعالى،
وإنما هي من باب عافاك الله وعاقب القاضي اللص مثلا وقاتله الله ما أشعره إلى آخره. يعني فاعل يفيد المشاركة، وأن الله سبحانه وتعالى واعد موسى بأن أمره أن يأتي إليه في الميعاد المحدد كما جاء في آية الأعراف لميقاتنا، أن الوقت المحدد، وليس هناك وعد من طرفين، ولكن تبقى في كلمة وعد معنى المبالغة. لماذا؟ لأن الأصل في فاعل أن يكون الفعل من طرفين أو أكثر، والفعل من الطرفين هو مبالغة في الفعل، تكثير له. فإذن إذا اعتبرنا أن واعد لا تفيد المشاركة، لكن يبقى فيها معنى التأكيد، لأن الصيغة بأصلها تفيد التأكيد. لماذا جاءت؟ من أين جاء التأكيد؟ جاء التأكيد لأن الصيغة من أصلها لابد أن تكون من فاعلين، والشيء الذي يفعل من شخصين يكون أقوى وأكد من أن يأتي من فاعل واحد. ولذلك حتى على الرأي الثاني بأن واعد هنا لا تفيد المشاركة، لكن بقي لها معنى التأكيد. نعم، ذهب عنها معنى المشاركة، ولكن بقي فيها معنى التأكيد، وهي الكناية عن القرب وعن تشريف موسى عليه السلام بهذا الشرف الذي ناله. وواعدنا موسى، وواعد ينصب مفعولين، وعدكم الله مغانم كثيرة، المفعول الأول ضميركم والمفعول الثاني مغانم، وما يعيده الشيطان إلا غرورا، ضمير الأول المفعول الأول وغرور المفعول الثاني. وكذلك واعدنا، لكن نرى هنا مفعولا واحدا وهو على من أعربه مفعولا به، أين المفعول الثاني؟ لأن وعد على تقول مثلا واعدتك اللقاء في مسجد القرافي، كاف مفعول الأول واللقاء المفعول الثاني، هنا جاء مفعول واحد، المفعول الآخر مقدر، لأن مفعول من السياق، وخاصة في آيات الأعراف كانت أكثر تفصيلا، أما في آية البقرة كانت باختصار بإجمال. وهو وقد وإذ واعدنا موسى المناجاة، لأنه ليكلمه ربه، ليكلمه ربه لينزيه وليعطيه الشريعة. إذن حذف المفعول الثاني لأنه مفعول من السياق ومعلوم لدى المخاطبين، وأيضا مفهوم في آيات الأعراف، والقرآن يفسر بعضه بعضا، المجمل يفسره المفصل. فإذن هناك مفعول ثاني وهو كلمة المناجاة. كلمة موسى لأول مرة تأتي لنا هذه الكلمة، موسى عليه السلام، ووعدنا موسى وهو المفعول الأول، والمناجاة مفعول المحذوف، المناجاة المفعول الثاني، فهو الموعود موسى، والمفعول الثاني يكون الموعود به وهو المناجاة، أو ما تنقول واعدتك إقراضك بمبلغ،
المفعول الأول يكون للشخص الموعود، والمفعول الثاني يكون لشيء الموعود به، وهو الإقرار أو كتاب أو هدية أو إلى غير ذلك. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. موسى هو موسى بن عمران عليه السلام، أبوه عمران. وكلمة موسى أصلها هي كلمة عبرية، ولكن عربها العرب بهذا اللفظ، هي موشي أو موشى، ثم قالوا أصلها موشى بالشين. ولكن الذي نعرفه، وكان اليهود عندنا كثيرون، كانوا يسمون كلمة يقولوا موشي، ومنها مش معروف الموشي ديانا اللي كان وزير الدفاع للكيان الصهيوني، فقالوا هي كلمة عبرية تتكون من كلمتين، من مو أي ماء، وشاء أي شجر، أي ماء الشجر. وعربها العرب، لأن العرب هي كلمة أعجمية، هي كلمة أعجمية لا ليست عربية، مثل إبراهيم ومثل عيسى ومثل أيوب إلى آخره، ومثل يعقوب وإسحاق. فالعرب كيفوها على حسب لسانهم وعلى حسب ما ينطقون به بسهولة، وقالوا موسى، وإلا هي أصلها عبرية، وموشى، وتتكون من كلمتين، من مو وشاء. موسى بن أبوه عمران، وهو من سبط لاوى، لأن اليهود ينتمون إلى 12 سبطا، والسبط عند اليهود ما يقابل القبيلة عند العرب. كل اليهود متفرعون من أبناء يعقوب 12، وكل مجموعة اللي ينتمون إلى أب واحد ينتمون إلى أحد أبناء يعقوب. فمن أبناء يعقوب لاوى، هذا من جد موسى، وطبعا الصبت جميعا، طبعا الصبت يتكون من عشرات الآلاف ومن مئات الآلاف أمة. وأخوه هارون أيضا عليه السلام من سبط لاوى، وأمه تسمى يحاذب من سبط لاوى أيضا، وهو من سبط لاوى، من الأب ومن الجد ومن الأم. لم يعرف تاريخ ميلاده تماما، لكن يقدر أو في حدود سنة 1500 قبل الميلاد، قبل ميلاد المسيح، ممكن أن يكون أكبر من ذلك أو أقل، في هذه الحدود 1500 سنة قبل ميلاد المسيح ولد. وتوفي أبوه عمران عند ولادته، في وقت ولادته، ولادة أمه، وتوفى الله أباه. وموسى طبعا في وقت اللي ولد فيه كان اضطهاد الفراعنة وتقتيلهم وتذبيحهم لأبناء اليهود، وكانت السنة التي ولد فيها موسى هي سنة التذبيح، لأن الأقباط شكوا إلى فرعون بأن الإسرائيليين بدأوا يقلون بالموت، وهذا يقلل من الخدمات، لأنهم كانوا يستعملونهم في الخدمات القاسية، فجعل التذبيح سنة دون سنة حتى يكون هناك أكثر مراحل، والاستئصال يكون أبعد مدة. فولد هارون في بلد العفو والهدنة، وولد موسى في وقت التذبيح، في سنة التذبيح. أرضعته أمه، أخفته، استطاعت أن تخفيه 3 أشهر،
ولكن العيون مبتوتة في كل مكان والرقابة شديدة، فأخفته والحمد لله. وطبعا هذا بالعناية من عند الله سبحانه وتعالى، وخافت عليه وأوحى إليها، أوحى الله إليها وهو وحو إلهام، أن اقذفيه فيه في التابوت، إن خفت عليه فاقذفيه فيه في التابوت. وقالوا يعني بوحي من عند الله سبحانه وتعالى، واطمأن قلبها وكان قلبها فارغا، فصنعت صفطا يعني وعاء كما نقول نحن سابات مثلا من الأعواد الشجر، ركبتها وربطتها بخيوط، ثم فرشتها بورق البردي. هذا ورق البردي ورق كبير، وكان المصريون الفراعنة كانوا يكتبون عليه على هذا الورق، هناك حتى مخطوطات كثيرة مكتوب على هذا الورق، يعني يستعملونه كورق الكتابة يسمى البردي، وهو كبير وغليظ. ففرشت هذا الوعاء بالبلدي بطريقة معينة وخططها مع بعضها، وأخذت طبعا في الأسباب، وأيضا طبرت السطح كله بالقار أي بالقطران، لأن القطران يغلق كل المنافذ، وبحيث الماء لا يتسرب إليه عند رميه في النيل. أخذ كل الاحتياطات، وكانت أخته اسمها مريم، واطمأن قلبها من عند الله سبحانه وتعالى، وأمرت أختها بأن تلقيه في اليم، واليم يطلق على البحر وعلى الحلو والنهر، والمقصود به نهر النيل. وقالت لأخته قصيه، معنى قصيه أي تتبعي أثرها، من قص الأثر، فقصيه أي تتبعي أثره من بعيد وعن جنب، أي من مكان بعيد حتى لا يفطن إليها، لأن لو فطن إليها يعني العرف أنه من بني إسرائيل. فبصرت به عن جنب، وكلمة بصرت به لم تؤي أكثر من أبصرت، أبصرت بالنظر، لكن بصر به يعني النظر بالعقل وبالقلب وبالجوارح وبالتفكير. قال بصرت بما لم نبصر به بالنسبة للسامري، لأنه فكر ودبر، ليس مجرد فأخذت قبضة من أثر الرسول فنبذتها. فبصر يختلف عن أبصر، أبصر من رؤية العين، بصر بالشيء بمعنى نظره إليه برقابة وبحرص وبمتابعة وبشدة، فهو ليس النظر بالعين فقط، ولكن العين بالعقل والعين بالقلب والعين يعني كل الإنسان يبقى عيونا تترصد وتترقب، التعبير القرآن فبصرت به ولم يكن أبصرت به، لأن هي كانت خائفة وتراقبه، ولا تراقبه بعينيها، تراقبه بأعصابها وبقلبها وبكل جوارحها، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، حتى لا يشعرون، لو شعروا بذلك لعرفوا أنه من بني إسرائيل، لكن الله طبعا سبقت عنايته لهم. فرمته في البحر وبدأت تراقب، وطبعا دائما ضفاف النحل يكون فيه أشجار لأن الماء كثير، فاختفت وراء هذه الأشجار وبدأت تراقبه. كانت ابنة فرعون، قالوا كان اسمها ترموت بالثاء ثرموت، كانت على الشاطئ هي وبعض جواريها، وفي مدينة سنة بين عين شمس، معروفة قريبة من القاهرة.
فكانت تتمشى وتبترد من البحر والسباحة والبرودة والهواء النقي. فرأت الصفط ويجره التيار، ومن عناية الله سبحانه وتعالى كان يميل إلى ناحية الشاطئ، لأنه كان بعيدا في وسط النهر ممكن لا حد يستطيع أن يغامر ويدخل الغريق. فأمرت إحدى جواريها بأن تأتي بهذا الصفط أو نقول هذا الوعاء أو هذا السبات، فطبعا أتت به فنظرت إليه ابنة فرعون فوجدته طفلا، وكانت أمها قريبة منها، فجاءت إلى أمها قالت أنه طفل، وكانت مريم أخته تراقب عن كثر الصغيرة والكبيرة، وكانت ذكية، لاحظت أن ابنة فرعون كانت تنظر إلى الطفل بنظرة إشفاق بنظرة رحمة، ودخل قلبها، فاستغلت هذه الفرصة، يعني من تعبيرات الوجه ومن الإشارات عرفت أنه دخل قلبها. أيضا هذا وعد الله، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، العناية من عند الله سبحانه وتعالى. فوجدتها فرصة وخرجت من اختفائها وتقدمت، قالت إذا أردتم أن تريدون من يرضعه فلنا امرأة متخصصة في إرضاع الأطفال، ويمكن إن أردتم أن آتي لها بها وترضعهم. جعلت نفسها كأنها غريبة ولمجرد نصيحة فقط، على بد مع ما أخذ الاحتياط. فطبعا كما جاء في القرآن فرجعناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. فطبعا الله سبحانه وتعالى يحيط العناية بعباده، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. المحبة ألقيت في قلب امرأة فرعون وفي قلب ابنته، حتى مرتفع قال له ألا تقتلوه عسى أن ينفعنا ونتخذه ولدا، أصبح ندافع عنه. عناية الله، عناية الله سبحانه وتعالى. وبقي في بيت فرعون كواحد منهم كابن لهم، ورعوهم وربوهم وكبر عندهم إلى أن بلغ واستوى على رشده. فشعر بعد ذلك أنه غير قبطي، قالوا كيف عرف أنه غير قبطي وأنه من بني إسرائيل؟ قالوا ربما أمه قد جعلت له علامة لذلك، ربما تكون هذه العلامة الختان، لأن بنو إسرائيل يقتنون، يهود يقتنون. وبقي عندها ثلاثة أشهر، ومدة ثلاثة أشهر ممكن يقتن فيها الذكر، فربما كانت هذه العلامة عرف أنه من بني إسرائيل. وقالوا كيف كان مثلا عند آل فرعون واسمه موش ولا موشى وهم لا يتكلمون بالعبرية؟ قالوا ربما يكون له اسم آخر كان عندهم، ولكن عندما خرج وكبر فسمي موسى بأخذ الاسم العبري لأنه من بني إسرائيل. والله سبحانه وتعالى أنشأه قوي البنية، وأيضا أنشأه على حب نصرة الضعيف والوقوف بجانب الحق. ولذلك عندما رأى القبطي يتشاجر مع أحد بني إسرائيل من بني قومه،
فموسى لا يريد أن يقتده فوكزه، يعني قالوا ضربه على صدره بقبضة يده يريد أن يبعده، لكن فوكزه موسى قضى عليه مات بهذه الضربة. يعني كان قوي الجسم. وكان عندما حدثت هذه الحادثة يعني في عمر حوالي 30 سنة. وبعد ذلك طبعا كانت قتلة القبطي اعتبروها تحديا كبيرا لبني إسرائيل، وهم السادة وأصحاب الأرض، كيف يقتل قبطي؟ فزادوا عنادا وزادوا جفوة وزادوا أيضا تنكيلا وتأديبا لبني إسرائيل. ونعرف القصة، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، وخرج منها وذهب إلى مدينة كما هو في القصة المعروفة. وساجره شعيب عليه السلام وبقي 10 سنوات على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك؟ قال أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. فقضى 10 سنوات، وبعدما انتهى المدة توجه إلى بلده. طبعا بعد 10 سنوات لابد قصة قتل القبطي قد نسي، أو جاء ناس آخرون والزمن كفيل بنسيان الأحداث، فظن على أنه يرجع إلى البلد ويكون مطمئنا أو يكون متخفيا، وأن الذين كانوا يلاحقونه قد ذهبوا أو نسوا هذه الفكرة أصلا. وأيضا في طريق في جبل الطور الله سبحانه وتعالى ناداه وأعطاه الرسالة والنبوة وأمره بالذهاب إلى مصر لكي ينقذ بني إسرائيل من فرعون وملئه. هذه بخلاصة عن قصة موسى عليه السلام، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبته أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل